ايوه يا جماعه، ايوه ايوه يا دكتور، سامعين حضرتك. معلش النت الحمد لله على السلامه. لا سلمت عليك يا دكتور، طيب يبقى احنا كنا بنقول ايه دلوقتي لحد الشاشه ما تفتح؟ بنقول ان الهايت بتاع الجامد راي لما يبقى كبير ورا البلوكات افضل لي في الديزاين الكريتيكال، ولا الهايت بتاع الدراي يبقى قليل ورا البلوكات؟ يعني هل اسهل للميه تعلى في السويل اكتر ورا الجسم، ولا تبقى ارفعها قليل؟ معلش قليل، ها؟ قليل ارفعها قليل ليه؟ عشان حضرتك قلت ان الجام دراي اكبر من الجام سبمرج، ده معناه ان هيبقى الباسيف اللي هيزق الوال، الاكتف اكتر، الاكتف قصدي اللي هيزق الوال هيبقى كبير. ايوه، وده بالنسبه لي كان كريتيكال كيس، يعني ما جيت تفرحني لما تيجي في الطبيعه الكيس الكريتيكال الوال يقع، صح كده؟ صح تمام. عشان كده بقى ها ناخد بقى الهاي ووتر ليفل في الديزاين ولا اللو؟ اللو يا دكتور، عشان ندي فرصه لمين؟ الجاما دراي ارتفاعها مين؟ اكبر. لو خدت الهاي ووتر ليفل فالميه بتعلى، فبتاثر على الهايت بتاع الجاما دراي بتخليه قليل. انا عايز اخلي الهايت بتاع الجاما دراي كبير، فاشتغل على مين؟ على اللو ووتر ليفل. ده في كارث بريك. ماشي؟ افتح يا سيدي الشاشه. معلش يا دكتور، بس انا عايز اتاكد بس من حضرتك قلته تاني، يعني انا دلوقتي بعلي الجاما دراي علشان تقلل الكي اكتف؟ لا 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 مش بعلي الجاما دراي، انا بدي فرصه الاتش قصدي؟ ايوه، الارتفاع بتاع الجاما دراي يبقى اكبر حاجه ممكن تجيني في الطبيعه، اكبر حاجه، يعني مفيش حاجه تجيني اكتر من كده، عشان لما يجيني في الطبيعه الكيس دي يبقى انا في السيف. لكن ممكن اشتغل على الهاي ووتر ليفل اللي هو الايه؟ المد. يبقى وقت الجزر اللي هو اللو ووتر ليفل، الميه تنزل. لما الميه تنزل الضغط بي ايه؟ يزيد. يل. لا ضغط، فهمني، لما الميه تنزل يبقى الجزء الفوقاني دوت بقى جاما ايه؟ دراي. يعني ممكن نقول سبميرج او حاجه من الدراي، حاجه زي كده. فالضغط بتاعها وانا مش مصمم على كده، انا مصمم ان الميه فين؟ في الهاي ووتر ليفل، يعني الهاي بتاع الدراي قليل، لكن لما الميه بتنزل الهاي بتاع الدراي ممكن يزيد. يبقى انا ككريتيكال يفضل بالنسبه لي ايه؟ اخد ال بتاعتي في الديزاين لو ووتر ليفل. ماشي؟ تمام ماشي. الشاشه مش عايز تفتح ليه؟ يلا يا سيدي. لسه بيعمل كونفرتنج. ماشي. يعمل 50% كونفرتنج. اهو فتح تقريبا، فتح بس هو بيعمل كونفرتنج بس انا قصدي اتعمل شير سكرين يعني. المهم خلينا نتكلم لحد ما نخلص. طيب يبقى دلوقتي هناخد مين؟ هناخد الجاما دراي بتاعتنا اعلى حاجه، يبقى نشتغل على اللوتر ليفل. جميل. طيب حد يقول لنا كده بقى، لما المركب يجي تقف قدام الرصيف قلنا ليها غاطس، تمام، هناخد انهي غاطس؟ اللي بيقول لك عليه في المساله او اكبر حاجه كان مثلا 9 متر مثلا كان الغاطس، تمام. المركب بقى لما تيجي تقف قدام الرصيف، المسافه هي من قاع المركب لحد قاع الميناء يبقى تقريبا كم متر؟ دكتور هو صوت حضرتك قطع تاني. اهو تاني المسائل، لما المركب تيجي تقف قدام الرصيف، تمام، المفروض في مسافه قاع المركب 5 متر مثلا. ها؟ بقول لحضرتك 5 متر مثلا. لا كتير قوي 5 متر، عارف ليه؟ ان كل ما ارتفاع
يعني كل المسافه دي تزيد يبقى ارتفاع البلوكات هيزيد، يبقى ده فلوس، يبقى بعملها على يعني ماكسيموم الكليرنس بتاع اللي هسيبه من تحت 2 متر ده ماكسيموم، ممكن متر ونص كمان، ممكن متر، لان يعني حركه المركب جوه حتى لو الشيب دي كبيره. ليه بقى؟ ان زي ما احنا قلنا قبل كده ان حركه المركب جوه المينا بتبقى اما بتتشد بالتاك بودز او بيمشي بسرعه بسيطه جدا، ما بتديش للمركب مساحه ان يبقى فيها جزء واطي وجزء عالي اللي هي بنسميها السكوات. يعني انت لما تبقى ماشي كده بجيت سكي وتمشي بجيت سكي بتلاقي الظهر بتاعك بينزل انك ماشي بسرعه عاليه، طب لو وقفت هتلاقي جيت سكي ده بيبقى هوريزونتال مش كده؟ فقلنا المسافه ده بقى من تحت من متر ونص ل 2 متر، المسافه من قاع المركب لحد القاع بتاع الرصيف نفسه او قاع المينا يعني ماشي 2 متر. طب معلش يا دكتور، وايه موضوع الانكر اللي هو اللي احنا حضرتك قلت في الاول اللي هو الانكر بتاعها هيكون 9 متر ده؟ يعني الانكر الغاطس بتاعها هو 9 متر اللي هي المسافه الراسيه من تقاطع المركب مع سطح البحر لحد قاع المركب، دي بنسميها الغاطس. اوكي احنا قلنا ممكن نسميه ايه؟ درافت اللي هو بالانجلش يعني ماشي. طب معلش عشان اتلخبط، انا كده الغاطس بتاع المركب وازود عليه 2 متر. ايوه حلو. سؤال بقى، المركب دي لما تيجي تصمم انت كده هتصممها على اللو ووتر ليفل ولا الهاي ووتر ليفل؟ يعني المركب ممكن ولا توطى عن كده؟ لا استنى يعني المركب ممكن توطى عن كده ولا تعلى عن كده؟ انت ما تيجي تصمم من الهاي ولا من اللو؟ بصمم على اللو. لا مش قصدي، هتخاف ان المركب تنزل ولا تطلع؟ المركب لو نزلت، لو هي بص، لو المركب الهاي وانت واخد تحت 2 متر تمام، جالك وقت الايه الجزر يعني المركب هتنزل، فممكن القاع يخبط في القاع. لكن لو انت واخد اللو واخد المسافه اللي تحت 2 متر، هل ممكن المركب تنزل عن كده؟ لا. يبقى ده احنا كده ايه، معلش ممكن تاني الحته دي ولا حضرتك؟ طيب بص، الغاطس بتاع المركب تمام، الغاطس بتاع المركب وصمم الميه، ما لازم اخد الارتفاع ده من منسوب ميه عشان المركب تبقى واقفه. المركب واقفه عايز مين؟ على وش الميه. المفروض بنزل تحت بعد كده بقد ايه عشان اجيب القاع؟ قلنا من 1.5 ل 2 متر. لو انا واخد المنسوب ده هو اللو ووتر ليفل، هل ممكن الميه تنزل اكتر من كده؟ اللو ووتر ليفل في اقل منه؟ اكيد لا يا دكتور، مفيش. يبقى خلاص، يبقى 2 متر دي عمرها ما هتقل عن كده تمام. لكن لو انا مصمم على الهاي ووتر ليفل وموقف المركب في الهاي ووتر ليفل كويس، واخد المسافه تحت بقى من قاع المركب 2 متر، رجع تاني اهو كويس اهو. انا هرسمها دلوقتي عشان تشوفوها يعني. يبقى انا المفروض لما اجي بقى، وخلي بالنا من حاجه، لما اجي اخد الايرث بريشر زي ما اتفقنا كده، باخد اللو ووتر ليفل واشتغل عشان الجاما دراي تبقى ارتفاعها كبير، فما ياثرش معايا على مين؟ شغال ومشغل.